دخلت الفعل داري بلا ما نشعر، حسيت باللدغة حتى فات الفوت. ما عمري ما نويت صاحبتي تغدر، لقيتها مع راجلي ويا الخوت. بأنني حصلت راجلي مع صاحبتي، ما مكذبش عليكم، تعرضت لواحد الصدمة. ما واخا العيا ما نقول لكم، ما غاديش نوصل لكم الإحساس اللي أنا حاسة به. المجتمع ديالنا ما كينصفش، قسما بالله تعرضت للاستغلال بزاف، تعرضت للنصب. بنادم باغي فيك غير حاجه. حيت فواحد الوقيته كنت طلعت في طوندونس، يعني مني الله وقع لي المشكل كنت طلعت في طوندونس. كنت الخيانه ديال راجلك مع صاحبتك راه ما حتى واحد ما تقبلها، وكانوا الناس النيس كيجيو يشوفوني مساكن. السلام عليكم خوتي، كديري لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم غادي نقدم لكم راسي، معكم هند الوالي، سن 29 سنه، عندي 5 ديال الوليدات. المهم ربما غادي تكون عرفتوا القصه ديالي، حيت كاين فايت لي صورت معكم ياك اخويا. القصه ديالي انني حصلت راجلي مع صاحبتي، ما نكذبش عليكم، تعرضت لواحد الصدمه. ما واخا العيا ما نقول لكم، ما غاديش نوصل لكم الاحساس اللي انا حاسه به. المهم صافي خليت كلشي ورايا وهزيت ولادي وشنطه وهربت، جيت سكنت في سلا. صراحة الله جاتني البداية صعيبة بزاف. خدمت ب 50 درهم في النهار، رغم أنني عندي جوج تربيات، بجوج مخصهم الحليب، بجوج مخصهم ليكوش، واحد الحالة زعما غادي نقول لكم يرتى لها. ومع العلم أنني يعني كنت مع الراجل ديالي، كان مهلي في واحد الدرجة ما تخيلوهاش، وسمحت في كل شيء على ود كرامتي، وما تلفتش ورايا. واخا خدمت ب 50 درهم في النهار وضربت تمارة ولبست البوطه على ولادي، واحد الحاله ما كذبش عليكم اخوتي، وفضلت نعيش بكرامتي وما نعيش مدلوله. وبديت الحمد لله، بديت كنوقف على رجلي، واخا رغم انني يعني تعرضت لتحرشات، تعرضت لانتقادات، تعرضت بزاف ديال الحوايج خايبين، ولكن الحمد لله على كل حال. انا اصلا فاش جيت للسلا كانت واحد صاحبتي تما، صافي جيت للسلا حيت دارنا كاينه في قنيطره قريبه لتما. هضرت معها مسكينه هي ما بخلاتش عليا، قالت لك جي مرحبا بك. وجيت تخيلوا داك النهار فاش وصلت لقيت الكرا وكريت وبديت. واخا قلت لكم جاتني صعيبه الحمد لله، ولكن بديت. بالنسبه للمشروع يعني كنت تسلفت شي حاجه ديال الفلوس باش ندير واحد المحلابه تما ودرتها، ولكن للاسف ما عرفتش نسيرها، ما تعرضت للاستغلال، تعرضت بزاف ديال الحوايج. سمحت في كل شيء، ثاني سمحت في كل شيء، سمحت في المحلابه بكل شيء ما يليها، وجيت لهنايا القنيطره لدار بابا هنايا. يعني استغلال خويا، كاين تحرش، كاين الاستغلال، بنادم كلك في رزقك. وانا مشكلتي انني كيف ما قلت لكم، انا تزوجت على 14 عام ونص. ربما لا شفتوا الفيديوهات الاولين، راه هضرت فيهم مزيان، يعني غادي تعرفوا القصه ديالي مزيان. تزوجت على 14 عام ونص، ويلا خرجت هذه 6 شهور الحياه كنت كنظن تنقول كلشي بحالي، كلشي قلبه بيض بحالي. فاش خرجت للمجتمع ديالنا ما كينصفش، قسما بالله تعرضت للاستغلال بزاف، تعرضت للنصب. بنادم باغي فيك غير حاجه، الا ما كانتش حاجه فيك والله ما يتصاحب معاك، والله ما يترافق معاك، والله ما نكذبش عليكم، لقيت الدنيا صعيبه بزاف والله. ولكن الحمد لله على كل حال، بديت كنتعلم من التجارب اللي دازوا عليا. يعني راك عارف، يعني بالخصوص انني حيت حاطه النمره ديالي في المنابر الاعلانيه، كاين فيديوهات خايبين، كاين الهضره الخايبه، كاين العكس ثاني، كاين الناس اللي عاونوني ماديا، وكاين الناس اللي عاونوني معنويا. صراحه الله يعني كيكونوا المنتقدين، وكيكونوا يعني الناس اللي كيساندوني يعني ماديا ومعنويا، كنشكرهم بزاف. حيت فواحد الوقيته كنت طلعت في طوندونس، يعني مني الله وقع لي المشكل كنت طلعت في طوندونس. كنت الخيانه ديال راجلك مع صاحبتك راه ما حتى واحد ما تقبلها، وكانوا الناس النيس كيجيو يشوفوني مساكن. لا لا الحمد لله كيقولوا لي امراه ومكافحه وعيشي بكرامتك. صراحه الله ما كنتش كنتعرض للسخريه بصفه نهائيه. صعيبه الحياه، صعيبه قسما بالله. يعني كنت بوحدي ما كنتش غادي يبقى فيا الحال. كنت كيف ما كان الحال انا بوحدي، ولكن ملي تيكون 5 الوليدات وبالخصوص عندي جوج تربيات صغار، هذيك تتكون صعيبه بزاف. يعني اي واحد يحط راسه في بلاصتي عنده 5 الوليدات راه ما صعيبه بزاف. ولكن الحمد لله ربي كبير، وكان امن بواحد الحاجه ان المؤمن مصاب، وهذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. مصدومه صدمه، باش كان الشعور ديالي، انا ما كانش عندي الشعور ديك الساعات، كان احساسي توقف، الشعور ديالي توقف، حياتي كامله توقفات في ديك اللحظه.
حتى بديت الحمد لله بديت كنقول علاش انا يا غادي نوقف، انا ما درت شي حاجه خايبه، هما اللي خاصهم يحشموا على ريوسهم، انا خاصني عندي 5 الاولاد خاصني نجمع الوقفه والنوض. الحمد لله نط خدمت ب 50 درهم في النهار، نط يعني خدمت في الحرشه والملوي، المهم الحمد لله خدمت بالحلال على ولادي، وطرفت الخبز كندخلو انا فرحانه حيت بالحلال، وعاونوني ناس محسنين والحمد لله على كل حال. صافي نقول لك انا كانت صومعتي زوينه، كنفتخر بها الحمد لله. يعني اللي هزيت التليفون وقلت لي سلفني ما كانش كيبخل عليا، كنت كنتسلف بزاف باش نعيش وليداتي، حتى فاش خرجت في الصحافه وعاودت المشكل ديالي وعاونوني الناس مسكن ماديا ومعنويا، يعني تعرضت للمساعدة. الحمد لله بديت كان نشري في حويجات، بديت كان نوقف على رجلي، بديت الحمد لله ما بقيتش بحال الاول، وحتى دابا الحمد لله كيعاونوني محسنين الله يكثر خيرهم، وكنشكرهم بزاف بزاف، وكان نشد شي حاجة من القناة ديالي، بغيت نوصل الصوت ديالي حيت حسيت بالحقرة، وبغيت يعني نوصل هذا الشيء اللي وقع لي انا لبزاف ديال البنات اللي غالطين، بغيت نقول لهم ما يتقوش في الصحابات، بخصوص ملي كتكوني وحده كتغير منك على ابسط الحوايج، ما كيعرفوش ان النعم راه عند الله سبحانه وتعالى، راه ماشي بيديهم هما، ولكن كاين ديك زوال النعمه. الوحده ملي كتشوفك مزيانه ومرتاحه ما كتكرهش امتى تحيد ديك النعمه من عندك وتجي لعندها، ولكن راه غلط هذا، راه الارزاق بيد الله اخويا. الحمد لله دابا، الحمد لله دابا من بعد الاغنيه ديالي الحمد لله لا وليت كنوقف على رجلي، لدرجه ان بزاف الناس كنكون غادي وكيبداو يرددوا معايا الاغنيه اللي غنيت عليهم، وكل شيء تبارك الله عجبات. واش غادي نقول لك، الحمد لله على كل حال. هند راه غاديه كتوقف على رجلها من الاغنيه ديالي. حصلت دخلت الفعال داري بلا ما نشعر، زعما اش غادي نقول لكم، غير من خلال انني كنهضر على هذه الاغنيه الحمي كيتبورش عليا وحق الله، حيت بالخصوص انا اللي حاسه بداك الاحساس. غير كنذكر الكلمات الاغنيه كنرجع واحد 100 درجه للور. دخلت الفعال داري بلا ما نشعر، حسيت باللدغه حتى فات الفوت، لقيت راجلي، لقيت تلفت والله تلفت. دخلت الفعال داري بلا ما نشعر، حسيت باللدغه حتى فات الفوت، ما عمري ما نويت صاحبتي تغدر، لقيتها مع راجلي ويا الخوت. المهم اللي بغى يسمع الاغنيه راه غيدخل عندي القناه ديالي اللي هي وصفات ام وسام، وكنتمنى انكم تشوفوها تسمعوها بقلبكم باش تحسوا بيا، وكنتمنى انكم تخليوا ليا شي كومونتيرات زوينين حيت ما نكتبش عليكم، محتاجه الدعم المعنوي اكثر من الدعم المادي والله. وكنشكركم بزاف بزاف، ورابطة يعني امل كبير لهذه القناه باش نعيش بهذه 5 الوليدات. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.